نروح نشوف التقرير ده مع كابتن خالد بيبو، كلامه عن مستر مايكل بروكتش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين من النادي الاهلي، وبعدها نروح لفاصل. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. قطاع ناشئين عشان منتهى الامانه عشان يبقى عندك 10 لعيبه السنه دي بيتصعدوا. بشكر طبعا الناس اللي اشتغلت قبلي كلهم، مش عايز انسى اسماء طبعا، كل الناس اللي كانت بتدير القطاع او بيشتغلوا في القطاع كمدربين، هم ليهم طبعا في الرصيد ده ان الولاد طلعوا، ان هم وصل سن ال 20 سنه او 18 سنه، خدوا فرصه. بس احنا السنه دي ساعدناهم، يعني احنا زقينا بقى الزقه الاخيره، وان احنا اديناهم الشغل اللي هو المناسب عشان يقدروا يتصعدوا في مع الفريق الاول، او ان هم يبقوا شغالين بشكل كويس. ان احنا الرؤيه مع كابتن خطيب السنه دي مختلفه، ان هو لا اللي هيجي له فرصه وهو صغير ان هو يقدر يتحرك وان هو يشتغل يتحرك ويشتغل. وكانت يعني كان الموضوع ماشي ما بيننا وما بين الفريق الاول وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن امير توفيق وكابتن خطيب ولجنه التخطيط. البلان ده محطوط من فتره، واحنا يعني بنشتغل عليه وبننفذه، مش صدفه. يعني احنا الاعداد اللي خرجت دي ما كانتش صدفه، الاعداد اللي خرجت دي كانت متجهزه من قبلها. انت انا شغل تطوير المكان، يعني انت بتحاول قدر الامكان ان انت بتيجي تبص انت محتاج ايه في الشغل. بصراحه يعني انا يعني لما رحت الاكاديميه كان في استعداد كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي ان احنا نعمل حاجه كويسه، والحمد لله نجحنا نعمل حاجه في الاكاديميه، حاجه كويسه بنيه تحتيه بشكل كويس جدا. القطاع محتاج الكلام ده في الفتره الجايه دي، احنا شغالين عليه بشكل كويس، وفي افكار كتيره قوي اتطرحت، وان شاء الله ان هي يعني الناس تشوف حاجه مختلفه خالص في القطاع. القطاع بيتجهز بشكل تاني غير الاشكال اللي احنا كنا متعودين عليها، اللي هي مجرد ان انا عندي ملاعب وعندي الاوض لبس. لا انا احنا في افكار تانية بنشغلين عليها، ان شاء الله تطويرها هيبقى حاجه 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 كويسه. اللي هيشوفها لا هينبسط. انت بتحاول بقدر الامكان ان انت تشوف انت محتاج ايه. هي الفكره كلها مش مجرد ان انت يعني تملى القطاع مثلا اسماء او تملى القطاع، يعني هي القصه انت محتاج ايه، فبتجيب انت اللي محتاجه وتبتدي تشتغل عليه. انت بتشوف عندك الخامه محتاجه ايه، محتاج مدرب، نوعيه مدرب عامل ازاي، محتاج مدرب هيقدر يوصل للولاد ازاي بسرعه، لان انا قطاع الناشئين ده النتاج بتاعه بيبقى متاخر شويه. يعني انت بتقعد تربي في الولد سنين كتير جدا على ما تشوف النتاج بتاعه يعني. بس الحمد لله كرم من عند ربنا ان احنا السنه دي النتاج كان كبير. يعني بتتكلم على 10 لعيبه في الدوري الممتاز السنه دي من قطاع الناشئين النادي الاهلي، ده غير اللي هم الاعارات اللي هم فوق السن. بتكلم عن قطاع الناشئين نفسه يبقى عندي اعارات للعيبه، دي حاجه مميزه جدا. وانا بشكر طبعا كابتن خطيب على ان هو وافق على الكلام ده من بدايتي، وهي كانت بصراحه بمنتهى الامانه فكرته من اول، ان احنا لا لازم الاولاد يخرجوا، لازم الاولاد يحتكوا، فده كان حاجه كويسه. طبعا اختيارنا المدربين ان هم اكفاء واللي هو يعني اولاد النادي الاهلي اللي هم اشتغلوا في النادي الاهلي ويعرفوا قيمه النادي الاهلي. كنا محتاجين ان احنا نشتغل بهدوء السنه دي، والحمد لله الهدوء ده قدر ان هو يحقق لنا نتائج كتيره جدا على الارض، وطبعا طمعانين في اكتر من كده واحسن من كده بكتير. يعني مايكل طبعا يعني احنا اخترناه من وسط، انت عارف احنا عندنا يعني كابتن خطيب مشفع مع الكوره، وبعدين عندنا لجنه التخطيط، وبعدين امير توفيق، وبعدين انا مدير قطاع الناشئين. فتخيل بقى ان المجموعه دي كلها كانت بتشوف مين اللي ينفع قطاع الناشئين. طبعا كان في البدايه طبعا انا وامير قعدنا ندير حوارات كتيره قوي مع مدربين، واتكلمنا طبعا مع ناس كتير، وشفنا سباقات كتير للمدربين ومدارس مختلفه. فاحنا استقرينا على بروكيتش، والحمد لله يعني انا بمنتهى الامانه لا فعلا الراجل يعني قوي جدا،
سيبك بقى من السي في بتاعه ان هو قوي جدا وان هو عنده نجاحات كثيره جدا حققها مع الاتحاد الكره التشيكي، يعني عنده حق. لا هو منظم جدا ومرتب جدا جدا، يعني ما بيسيبش كل، لا ما فيش حاجه للظروف طبعا. اضافه كبيره من افكاره داخلين بقى، احنا بقول لك القطاع بيتجهز ان شاء الله في خلال الفتره الجايه دي هتشوف حاجات اول مره تحصل على مستوى قطاع الناشئين في مصر وفي البلاد العربيه. يعني احنا كان البلان اول لما قالوا خلاص ان 1/4 ان ممكن مبقاش خلاص ما فيش بطوله، لان انت بتتكلم رمضان، ما يعني انا مش عارف يعني عشان ما ابقاش كذاب، انا عندي، انا اقدر اشتغل في بالليل، اقدر اشتغل وقت، عندي الملاعب كلها مضاءه وعندي الامكانيات تقدر تساعدني ان انا اشتغل في اي ظرف يعني. بس هل بقيه الفرق هتقدر تشتغل في نفس الوضع ولا لا؟ انا مش عارف لغايه دلوقتي ما دخلتش. انا كده كده انا كنت شغال مش هقف طبعا. لما البلان اتغير بتاع ان الدوري خلاص وقف ما فيش دوري، فاحنا كنا غيرنا البلان كله في اتجاه، فطبعا لما الجدول اتبعت تاني وقال لك لا في دوري، فاحنا بنغير تاني البلان تاني في اتجاه تاني خالص طبعا مختلف. فطبعا الحاجات دي مضايقه طبعا الراجل، يعني ان هو اتعود يعني هو مش عارف يحط سيستم يمشي عليه لغايه اخر السنه. هم الناس دي منظمين جدا، يعني انا بلاقيه داخل عليا بالورق حاطط جدول الشهر كله، الدنيا رايحه فين، مواعيد الاجتماعات، الكلام ده كله مرتب. فطبعا بتجهز الجدول والترتيبات على في ماتشات، وبعدين مره واحده انا بقول ما فيش ماتشات، مره واحده لا في ماتشات. فهو طبعا اول ما اقول له روح ماسك دماغه مستغرب يعني، فتقول لا، قلت له احنا ده مش طبيعي، دي ظروف استثنائيه واحنا داخلين يعني عندنا مش احنا بس، العالم كله فيه ظروف استثنائيه، احنا نفسنا نكمل النظام الدوري بشكل منتظم، ومعندناش اصلا ما تقاليش ان قبل كده قبل الكورونا كان في دوري بيتلغي او دوري ما، فاحنا عندنا الدوري بالنسبه لقطاع الناشئين منتظم يعني. فقلت له لازم تستحمل الوضع ده ودماغك تبقى مرنه عشان نقدر ان انت تتعامل مع الظروف دي، مش احنا مش هنا بس، في العالم كله يعني.